عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كلشي لاباس؟ اليوم ان شاء الله نوجد معكم واحد الوصفه زوينه بحال اللي كنت نديرهولي الا داندرولي. يلا هانتوما خليكم معايا البنات. عندي هنايا كيلو ديال لاداند كفته، هانتوما تتشوفوا مقطع كفته هكايا، غنديرها شكل اخر شكل اخر. عندي هنايا سميتو مورسو صغير ديال فيه قزبر معدنوس. عندي هنايا هذاك سميتها مطيشه مكرمه، مطيشه مكرمه. عندي جوج بيضات، عندي لاسو مولفين رقيقه بحال لافارين البيضه، وهي هي لاسو مول رقيقه. عندي هنايا ثومه، ثلاثه الفصوص ديال الثومه. عندي مليحه، عندي فلفله حاره مخلطه مع شويه ديال التحميره شي شويه، عندي شويه ديال هذا ديال البصله مكرمه، وعندي البزار. ها هويا البزار. يلا هانتوما خليكم معايا البنات، راه تجي زوينه. غنشكل اخر، ماشي شكل اخر غنديرو. يلا هانتوما خليكم معايا البنات. انا غندير هنايا جوج بيضات هكايا، غندير هنا جوج بيضات، ندير الثومه. ضروري ديروا فيها الثومه حتى الدجاج يكون مزفر مليحه. ها هي هي شويه الفلفله حاره مع شويه التحميره شي شويه. عندي هنايا قزبر ومعدنوس، ندير هنايا لاسومول الرقيقة اللي بحال الدقيق، هنايا البصلة، البصلة مكرمة تتعطي واحد النسمة زويونة وبنينة لذيذة. وعندي شوية ديال البزار هكايا صافي، وغنخلط صافي. هانتوما خليكم معايا البنات. هي صافي كملتها، دابا غندوز للمرحله الثانيه. دابا هادي غنحطها هكايا. دابا عندي هنايا الفرماج، هذا راه تيتباع في ليدل. عندي الزيتون الكحل، عندي التحميره، وعندي مطيشه، مطيشه ديك اللي كنت صايبت معاكم، ديك مطيشه الكارمه. ها هي هي صافي. هادشي غنديرو وسط لاداند، من بعد نخلط هادشي ونكمل معاكم صافي. وعندي شويه ديال البزيره حتى هي، وشويه ديال هذا البصله مكرمه صافي. ما غنديروش الملح حتى الفرماج مالح. دابا غندير هادي هنايا في هاد الورطه، تجي زوينة البنات. جيب معايا الخبز، هادي كلها غنديرها هنايا. تجي ماكلة زوينة، ديروها مع لاصالاد و تجي لذيذة وزوينة صافي.
صافي البنات، دابا غندير هادي، ندير هذا تحميره، غندير شويه تحميره. ها هي هي، غندير مع زويتنات هكا يكونوا مقطعين، يكونوا مقطعين هكا زويتينات كحلين. غندير معاها مطيشه، مطيشه الكارمه اللي ما عندوش راه كاينه في ليدل، تتباع في ليدل موجوده. صافي، وغنزيد فيها شويه البزار، شويه ديال البصله كارمه. صافي، ونخلط. ديروش الملح، هي الفرماج مالح بلا ما ديروا الملح. صافي، وغتشوفوا الطريقه. انا دابا وجدت هذا الشيء، عاد نبدا نصايب المونتي، تجي لذيذه البنات وزوينه. انا تتعجبني مره تنصايبها هكايا زوينه، ولادان صحي حتى هويا. صافي البنات، هانتوما هي كي ولات. دابا غنجيب اللاطه، خليكم معايا. هنا البنات عندي زويته، ها هي، ضروري تدهنوا الزيت قبل ما تحطوا لا دانت، ضروري هكايا دهنوا باش ما يلصقش لكم هادي لا دانت، ما يلصقش لكم في الكاغير، باش تحيدوه بسهوله. كلها دهنوها باش ملي تقلبوها تكون مدهونه. صافي البنات، صافي غنبدا نحط فيها. هي سرحتها دابا غنبدا ندير في هذا الفخوماج، غنخلط نديرو. صافي، ونبدا نسرح هكايا. صافي البنات، ندير هاد الفرماج حتى هويا، نديرو واحد على كرقيوق هكايا. صافي، تنزل هكايا، تندير وحده هنا وحده هكا. صافي، دابا نبدا نسد بحال هكايا، ندير هكا.
تحركوا هكا هي ونسدوا مزيان. صافي البنات هي سديتها، غندير حداها، غنخليكم معايا غنقطع البطيطات وغنديرهم حتى معايا. صافي البنات انا قطعت البطيطات هكايا، دابا غندير ليها زويته هكايا، ندير زويته هكايا صافي. غندير شي شويه ديال الملح، الرشه ديال الملح، غندير زعيطره ها هيايا، صافي. وغندير سميتها البصله حتى هيايا دايره كارمه، تتجي بزعيطره زوينه، تتجي لذيذه بزاف. يلا ها نتوما يا دابا غندير هذاك البصله. صافي البنات ونخشيها في الفرن، نديرها في الفران. صافي البنات هنايا دابا كمل، دابا غنخشيها في الفران ونرجع معكم. هنا البنات دابا باش غندهن سميتو، باش غندهن لاداند هذيك الرولو اللي درت، غندير هذا، غندير العسل، ديك لاصوص اللي غندهن بها خاصها تكون دايره البنات. البنات عندي هنا العسل، جات جوج معالق كبار هكايا، عندي تحميره، عندي البزار، وعندي شويه زيت العود، البنات دابا غادي ناخد هاد صافي البنات دابا باش نجيب دهنها. صافي البنات دابا غندهن هنايا هاد سميتو، غندهن هاد لاداند ها نتومايا، غنعاود نرجعو للفران. البنات دابا غندير الفران ونخشي الفران. هذا هو لاداند اللي درت معكم البنات، نتمنى يعجبكم، هانتوما تجي زوين، تيجي لذيذ وزوين وبنين. نتمنى البنات يعجبكم وتشاركوا في القناه باش يوصلكم جديد، وتبارطاجيو مع عائلاتكم وصحابكم. تنقول مرحبا بالناس اللي دخلوا عندي جداد، تنقولي مرحبا بهم وشكرا، وصحه فطوركم. يلا خليتكم على خير، بسلامه.